هي تم الدولة، ها هي مرة أخرى الدولة يتم تخصيصه لفائدة مؤسسة عمومية لتبقى تابعة للدولة المجمع في مطار، والآن سوف يقوم بمباشرة ابتداء من هذا الساعة مباشرة بتهيئة الأجواء وتهيئة المصنع لإعادة تشغيله في أقرب الأجل. شكرا. مركب صناعة السيارات، أيضا عندنا بورسيك، أيضا عندنا مركب دجاج أو البيض، عندنا أيضا مركب صناعة البريكيتري وغيرهم من المركبات المجمعات الاقتصاديه العموميه اللي اصبحت اليوم عموميه بعد استرجاعها. اذا اليوم احنا رانا متواجدين اليوم في مركب صناعه السيارات كيا سابقا، اللي اليوم تم استرجاعه من طرف املاك الدوله تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمه الدوله تحت رئاسه السيد الوزير الاول، بعد اللي قرر المجلس بتسيير هذا المجمع وهذا المركب من طرف المؤسسة العمومية فوندال اللي هي تحت وصاية وزارة الصناعة. اليوم تم تسليم استلام المهام وتم الجر وتم التسليم الرسمي للعقار والمفاتيح من طرف أملاك الدولة لهذه المؤسسة. أنا زرت وشفت مازال في ظروف حسنة، كل من ساهم في الحفاظ على هذا الصرح هذايا الذي لا أهمل لم يهمل بتاتا. ان شاء الله الشركه العموميه لفونتال وهذه المجمع إيميتال تكون في المستوى لتشغيل هذا المصنع هذا في اقرب الاجل.